ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. والنهارده والله انا سعيده جدا بسماع صوت حضراتكم، والله بجد شكرا، وشكرا لكل المتابعين اللي ما سمعتش صوتكم برضو، تحيه لحضراتكم في كل مكان بجد والله. النهارده بقى هنعمل وصفه لطيفه، كيك كده خفيف وبسيط بالشوفان، دقيق شوفان، ونقدر لو عندنا الشوفان اللي هو القشور ده نطحنه اذا ما فيش دقيق شوفان مش متوفر في البيت يعني. طيب نقول مقاديرنا، بسم الله. كيكه الشوفان دي خفيفه وتقدروا عايزين تدخلوا فيها شويه تمر بلح، يعني حوالي مثلا 7 بلحات 8 بلحات يتقطعوا كده ويتحطوا مع الخليط تدعمها، مفيش مشكله اعملوا كده بتبقى اروع كمان. طيب نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، الكيك الشوفان الصحي او الهشه الجميله الصحيه يعني حاجه خفيفه كده، عندي 200 جرام من دقيق شوفان يعني حوالي كوبايه كبيره، وعندي كوبايه ربع من رقائق الشوفان المطحونه، كوبايه لربع من رقائق الشوفان المطحونه، وعندي كوبايه لربع سكر، وكوبايه لبن، نص كوبايه زيت، 4 بيضات. اقدر اعملها صيامي، اشيل منها البيض واشيل منها اللبن وما احطش لبن اصلا، احط مكانه يا حليب جوز هند يا حليب صويا، يا اما ما احطش خالص تبقى ميه، واقدر اشيل البيض واحط مكانه اي فاكهه زي التفاح زي الكمثرى معموله بيوريه. طيب معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره قرفه حسب الرغبه، وللتزيين رقائق شوفان رقائق لوز. ماشي. هنبدا نعمل ايه بقى؟ وصفه عاديه جدا زي وصفات الكيك التقليديه. انا هاخد البيض، خليني الاول كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط هنا بسم الله، هكسر بيضه بيضه. ومعانا حبيبه قلبي ام اسلام، صباح الفل، صباح الفل عليكي ام اسلام الغاليه. ايوه حبيبتي صباح الفل، الف سلامه يا قمر. الله يسلمك يا حبيبتي، الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، كل حبايبك بيسالوا عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويخليهم يا رب. امين يا رب. جمعانا كده والله عظيم يا رب. امين، ويديم بينكم المحبه دايما يا رب العالمين. يخليكي، وبشكر مدام سرايا بجد، ربنا يخليها بجد، انسانه ذوق جدا والله. دي حقيقه فعلا، والله فعلا يعني بجد انا كسبت اخوات كتير قوي قوي والله عظيمه يا حبيبتي صادقه والله. انا عارفه ام حماده امبارح اتصلت بيا، بس معلش انا اسفه والله ما يعني ما عرفتش غير يعني متاخر شويه يا حبيبتي، فانا بتاسف لها معلش. تسلمي يا فراوله، وكلك ذوق يا فراوله يا قمر، ويعني عايزين نطمن عليها برضو. مدام سميره برضو مش سايباني ولا موجوزيف، بجد كلهم ربنا يبارك لهم. ربنا امين يا رب. حبيبتي خليكي دايما مجمعانا كده حبيبتي، ربنا يبارك لك. يا رب يقدرني والله، دايما ودايما ربنا يجمعكم في الخير يا رب. يا رب يا حبيبتي. بصي حبيبتي انا ليا سؤال عندك. اموري. بصي انت عارفه حلقه المشمش المجفف، امبارح انا دخلت على الصفحه علشان محمد اخويا برضه عايز يعملها، فعايز الحلقه، هو يعني بيحب ينفذ الحاجه والحلقه شغاله معايا. تمام. فانا دورت عليها امبارح ما لقيتهاش. لا نتاكد دلوقتي انها اكيد نزلت على السوشيال ولا لا. بصي انت كنت عاملاها من يومين مظبوط في اخر الحلقه. تمام. بس انا عايزه برضه يعني الحلقه تنزل، لان انا دورت ما لقيتهاش. لا حالا نبلغهم في السوشيال لو ما نزلتش الحلقه، وبيتواصلوا معاهم دلوقتي من كنترول حالا عشان يبلغوهم. عينينا ليكي ام اسلام، وكمان روان تبعتها لك لينك على الموبايل. ربنا يبارك لك. تسلمي ربنا يخليك حبيبه قلبي، تسلمي لي. عينينا ليكي، وتحياتنا لاخوكي الغالي بجد والله. سلامي لكل كرو البرنامج، ربنا يوصلكم ويحافظ عليكم كلكم. امين يا رب. امين يا رب. تسلمي لي حبيبتي، شكرا شكرا جزيلا على سؤالك، وميرسي سمع صوتك. طيب احنا كده بقى حطيت البيض والفانيليا، هبدا والسكر. بسم الله. حاضر. كده ولا ما يربش. بسم الله. انزل الزيت سنه سنه الزيت. فين التهنئه؟ وبعدين بسم الله اللبن، ههدي بس سنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل باللبن سنه سنه. اي حاجه بتعملوها في الكيك لازم تكون بدرجه حراره الغرفه او درجه حراره المطبخ، يعني بيض ساقع يطلع يتحط على الرخامه لحد ما اجهز بقيه حاجه الكيك، لبن ساقع يتحط على الرخامه لحد ما ياخد درجه حراره المكان.
ما لم يكن احنا قاصدين في الوصفه يكون في حاجات ساقعه. طيب هاخد كده دي الشوفان بيتباع دلوقتي، موجود في منه انواع موجوده. دي الشوفان اعتقد شركتين منزلينه والشركتين احسن من بعض. وعندي القرفه والبيكنج باودر، وهنا هحط تاتش الملح خفيف. اللي عايز يحط جنزبيل او بلح متقطع يتحط في المرحلة دي. وبعدين رقائق الشوفان، وعندي هنا الصينية اتدهنت واتبطنت بالدقيق، هقلب تقليبة حلوة قوي. يبقى احنا اتكلمنا الكيك ده ينفع يبقى زي ما هو كده، وينفع يتعمل صيامي ازاي لو شلنا البيض ونشيل اللبن ممكن تبقى مية، او هاخد البلح السبع تمن بلحات دول اقطعهم وانقعهم في شوية مية وهم دول اللي هضيفهم جوه الخليط، يبقى المية مكان اللبن، واشيل البيض واي حاجة يتشال منها البيض يتحط مكانها اي فاكهة مهروسة مسلوقة، كمثرى تفاح اناناس اي حاجة، بس المهم تبقى ماشية مع طعم الكيك اللي احنا هنعمله. بصوا الخليط ما بيبقاش تقيل قوي، بيبقى كده خفيف شوية اهو، وهصبه دلوقتي قدام حضراتكم بعد ما بطنتها بالزيت والدقيق الابيض او دقيق الشوفان كمان مفيش مشكله اهو كده هنا. ودي رقائق الشوفان اللي جوه دي اللي نازله حته دي رقائق الشوفان اللي احنا ضفناها. طبعا حطيت القرفه وهي اللي ادت درجه اللون اللي حضراتكم شايفينها. وبعدين هاجي هعمل كده وتدخل فرن 180 على الشبكة في النص. عايزين بقى تحطوا على الوش شوية لوز، عايزين تحطوا عين جمل براحتكم، تدعموها بالبلح زي ما قلنا هتبقى رائعة، تستخدموا لبن صويا لبن جوز هند براحتكم، مية وتبقى صيامي تبقى زي الفل. طيب أنا دلوقتي بس قبل ما هدخل دي خلينا نطلع الطبق بتاعنا الأول بسم الله، لأنه خلاص كمان الله الله ساح. بسم الله أوبا يا سيدي يا سيدي، اخد دي هنا كده حاضر احطها بس هنا ادي دي، وندخل بقى الصينيه الجميله بتاعت الكيك الشوفان اللي احنا عملناه بدقيق الشوفان. هتدخل 180 الفرن سخن من اول ما بدات اشتغل في مكونات الكيك قبل ب 10 دقائق ربع ساعه بالكتير، 180 على الشبكه في النص. هتاخد من 25 ل 35 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. هتطلع معايا الكيك هتبقى كده اهي، وتتقطع وده اللي طلع معانا دلوقتي اللي احنا عملناه بالكور الفراخ. عايز اقول لكم الريحه تحفه، الريحه رائعه. وحطينا عليه الصوص اللي عملناه بالطماطم المضروبه وصلصه الطماطم وبواقي البطاطس البيوري. ودي كيكه الشوفان بسيطه ولطيفه، وتقدر ناخدها بقى الصبح او ناخدها بعد الظهر على الساعه بعد الغدا كده بشويه، نعمل شويه شاي اخضر او شويه شاي بالنعناع خفيف وناكل جنبه، او شويه قهوه خفيفه وناكل جنبه قطعه الكيك دلوقتي.